هومان ساين دي، وزي كنت في حتى لما تشتغلي ده لو اشتغل يعني قصدي يعني لما تشتغل يعني، وهبص لو انت بتعدي على عينين بتطمني القلف حلوه وتتكي عليها كويسه، تعملي دورس فليكشن كده وتطمني عليها عشان ما يحصلش دي فينس روموس ومش واخده بالك. دي من ضمن علامات للتعمليه لما بتعدي على عيانين بتوع الجراحه بعد العمليات، او عيان بيدريدن عنده كارسنوما مثلا ولا حاجه ونايم في السرير طول النهار وطول الليل. من ضمن الحاجات ان انا باكسكلود ان يكون في دي فينس ترومبس لان دي كارثه. تمام. ها؟ كف مصر مالها؟ لو صار بكل من الكف مصر طبيعيه ولا فيها سنس؟ لو حصل دي فينس ترومبوزس؟ لما يحصل دي فينوس ترومبوز هلاقي القلف كبرت وبقى تنس. تنس يعني مشدوده مش طريه. ما انت مسك القلف لا طريه عادي. ايه يعني؟ هل لو راحت للبلمونري امبليزم جواه يبقى في ثرومبس لكن لسه ما وصلتش. اول ما توصل بلمونري امبليز بالسلامه. يعني انت مش هتشوف العيان كده هو وثرومبس في البلمونري امبليز، عم بيكون بالسلامه. يعني خلاص وشيك طبعا من سيفير بي تشيست بين سيفير اجونايزنج تشيست بين وسويتنج وحاجه فظيعه ويموت. بس يبقى انت اهملتي فيه ما عدتيش عليه كل يوم وطمنتي. ده الالم اللي هتحس بيه انك انت اهملتي في هذا المريض بس. وهي انت مش هيهمك حاجه هو يعني مات هو ده اجل وانا مال انا ما عارف هو. تمام. طيب انا عندي ده الابر ليم اللور ليم اهو. وادي الليج اهي. وادي الفوت اهي. تمام. بالنسبه للبالسيشن المهمه في اللور ليم والسال عليه نمره واحد الفيمورال ارت. بس طبعا الفيمورال ارت بيجي نازل وبعد كده يبقى البوبليتيا الارتري. والبوبليتيا الارتري بيدي الانتيريور تيبيا الارتري وبيدي البوستيريور تيبيا الارتري وده بيبقى الدورسالس بيدس ارتري وبعدين ده بيدي اتنين بلانتر. فالبلسيشن بتاع الفيمورال ارتري لازم اعرفها وهي بحط صبعي ميد واي ما بين السيمفسيس بيوبس والانتيريور سوبرالك سباين بيسموها الميد انجوينال بوينت. ميد انجوينال بوينت نص المسافه ما بين الميدل لاين وبين الانتيريور سوبرالك ميد انجوينال بوينت مش الميدل اوف ذا انجوينال ليجمنت. الاثنين دول نقطتين غير بعض. ميدل اوف ذا انجوينال ليجمنت ميد انجوينال بوينت ما بين السيمفسيس بيوبس في الميدل لاين والانتيروسبرك سباين ده نص المسافه. لكن الميدل اوف ذا انجوينال ليجمنت ما بين البيوبيك توبيركل والانتيروسبرك سباين. فدي تفرق عن دي تماما. ادي اول حاجه. نمره اثنين البوبليتيال ارتري بحس البالسيشن بتاعه اجينست البوبليتيال سيرفيس. اخلي عيني ينام وايه واتنيله رجليه عشان ريلاكس المسلز وبعدين احط ايدي في البوبليتيا الفصة في الابر بارت بتاعها احس البلسيشن بتاع البوبليتيا الارتري اجينست البوبليتيا. وبعدين الدورسالس بيدس ارتري بحس البلسيشن نص المسافة ما بين الميديال مالوس واللاترال مالوس. ميديال مالوس هي لاترال مالوس نص المسافة احس فيه وما بين تو تندون توم هاز فيري بحط نايس معاها دا
dog. مبين التندن ده هاو هالسز والديجيتورم. اكسنسور هالسز لونكس واكسنسور ديجيتورم. In front of the ankle joint. Midway between the medial malleus and lateral malleus. ده الدورسالس بيدس ارتري. لكن البوستيريور تيبيال ارتري بحيث تحت الفليكس ريتيناكلم. Midway ما بين الميديال مالولس والميديال كالكينيال تيوبريكل. Midway ايضا. لكن ما بين الميديال مالولس ده وما بين الميديال كالكيني او الكالكينيس وخلاص. ده البوست ايه تيبيالس بوستيريور ارتري. ده البلسيشن بتاعته. مهمة في ايه البلسيشن بتاعته؟ احيانا يجي لك عيان يقول لك during walking بحس في سيفير بين in the calf. هذا البين stops البيشنت من الووكينج. On resting the pain disappeared. Disappeared. And A والبين يجي تاني during walking. دي اللي بيسموها مين؟ Intermittent claudication. Intermittent pain. Intermittent claudication. ودي كومن في العيان الديابيتك واللي معاه اسكيميا في اللور ليمب. اثيروسكلروزس ديابيتك مع اثيروسكلروزس. اثيروسكلروزس وهايبرتنس. تبص تلاقي لما امشي فتره الاقي سمنت رجلي شدت عليا والم. It stops. الالم اللي stops العيان من doing activity تحط عليها علامة استفهام كبيره. انما افترض انا ماشي وفي الم في رجلي وماشي بيوقفك. لا ما بيوقفنيش بمشي عادي. ده بعبروش. لكن واحد يقول لي الم ستوبس مي زي بتاع الكرونري ميوكارد انفاركشن سيفير اجونايزنج بين ستوبس ذا بيشنت فروم دوينج اي اكتيفيتي. ده يعلن استفهام كبيره جدا كده. الالم ده بيوقفني وبقف استريح شويه لغايه ما يرجع. دي علامة سيئة كده اهوت. وما سيبوش لان ده وراه مصيبة. لو سبتها هيحصل مصيبة اكتر منها. فده الانترميتنت كلوديكيشن. الانترميتنت كلوديكيشن نتيجة ارتيريال اسكيميا في اللور ليمب. يوجوالي الفيمرو بوبليتيال جانكشن ده انا قلت لكم عليه. ده اللي تبقى المشكله كلها الفيمرو بوبليتيال جانكشن اللي عند مين الهيتس مين؟ عند الادكتور هيتس. لما الفيمورال ارتري بيدخل في الادكتور هيتس ويمشي ورا نيه بقى بوبليتيال. فعند الادكتور هيتس دهيت هي الفيمرو بوبليتيال جانكشن. لان الدكتور هيتس اتنين تندل ضخام وانا عمال طول النهار اجري وادني رجلي وقفت رجلي والارض ده عمال يتخبط في الباوند سايت. بس ده كومن سايت في الاوكلوجن او في الاسكيميا بتاعت اللور ليم. فعشان كده مهم جدا ان انا احس البلسيشن بتاع الدورسال سبيدس. احس بوستيريو تيبيا. احس البوبليتيا. احس الفيمورا. تمام. طيب شكرا شكرا. انا اشكرك. انا كل يوم حاجه كويسه. تمام. الفيمورال ارتري. الفيمورال ارتري ليه اتنين امبورتنت انستموزس. ابص الاقي في تروكانتريك انستموزس. هذه التروكانتريك انستموز في التروكانتريك فوسه اللي هي بتدي البلاس سبلاي بتاع الايه الهيد اوف ذا فيمر.
بروكانتك قسموا تلكم ما بين السوبر جلوتيال والانفيرو جلوتيال والميديال سيركمفلكس فيمورال واللاترال سيركمفلكس فيمورال. The most important is the medial circumflex femoral. لو الميديال سيركمفلكس فيمورال اتقطع او اتسد الهيد اوف ذا فيمر هاد كومبلين اوف اسكيميا برغم ان في انستموز، لكن الموست امبورتنت ارتري في التروكانتريك انستموز. انتوا معايا مش معايا؟ على الباك ايضا بتاع الساي عند الليفل بتاع الليسر تروكانتر في كروشيت انستموزس على الباك اوف ذا ساي ات ذا ليفل اوف ذا ليسر تروكانتر اوف ذا فيمر. اللي جاي من فوق برانش من الانفيريور جلوتيال ارتري، واللي طالع من تحت ده هو برانش من الفيرست بورفريتورز بتوع البروفاندا، وده الميديال سيركمفلكس فيمورال واللاترال سيركمفلكس فيمورال وعاملين كروشيت انستموز. عشان كده في انستموز كبيره جدا ما بين الفيمورال ارتري والاذر ارتريز. معايا؟ طب كويس. وفي ايضا انستموز ما بين البرانشات بتاع الفيمورال والبرانشات بتاعت البوبلوتيال around the knee. عشان كده الاكسرسايزز يحسن الاسكيميا. الراجل عنده اسكيميا لو مشي كل يوم شويه الكولاترال دي هتفتح ما بين الانستموز ما بين الفيمورال والبوبلوتيال، وبص الاقي الاسكيميا بدات تتحسن. تمام. فالبنسيشن بتاع الارتز ده هي امبورتنت، ولازم اعرف هي مين بالظبط. طيب لما عيان بيبقى عنده اسكيميا في اللور ليمب، يوجوالي البلاد فيسلز بتاعت الجسم كله سبلايد بسمباثيك نيرف، والسمباثيك نيرف تعمل فازو كونستريكشن اوف ذيس بلاد فيسلز. فلما عيان عنده اسكيميا في اللور ليمب فبيعملوا حاجه اسمها لمبر سمباثيكتومي. لمبر سمباثيكتومي سمباثيكتومي بيشيلوا السمباثيك جانجليا اللي واحد واللي اتنين واللي تلاتة سمباثيك جانجليا، ويشيلوا التشو ما بينهم كمان الاتنين في السمباثيك تشين. فيبقى شلت السمباثيك سبلاي بتاع الفيسلز بتاعت اللور ليمبو كله. فعشان كده بص يحصل فازو دايلاتيشن للبلاد فيسلز، وده بيعالجوا بيه احيانا الايه؟ الناس اللي عندهم اسكيميا للور ليمب يعملوا لمبر سمباثيكتومي فتزود البلاد سبلاي لانها حد ايه؟ خلي الارتز تو دايليت. لكن عيب هذه اللمبر سمباثيكتومي ده هي ان انا لو شلت ال واحد العيان ده هيجيله امبوتنس، لان ده النيرف سبلاي بتاع السمنال فيسيكل والامبولا اوف ذا فاز ال واحد. عشان كده سام تايمز بيسيبوا ال واحد ويشيلوا اثنين وثلاثه، لكن دي لمبر سمباثيكتومي عشان تزود البلاد سبلاي بتاع الواحد. لا في الفيميل مفيش، لا مفيش سمنة البسك، لا فعشان كده مش هيحصل امتنس، وبيحصل امتنس عند المندس. الحمد لله. عشان كده ما قلتش الحمد لله ليه؟ ليه عشان دي مش تبعنا احنا بس اللي هيجي لنا المصيبه، فعشان كده سكت. انما لو انتوا هيجي لكم مصيبه كنت كتبتها بك الحمد لله. ف
فهي دي تلاحظ يعني لاحظ النغمه كده، لقيت الحمد لله تعرفي ان ايه المصيبه بعيد عننا. تمام تمام. انا مش شايف حاجه تانيه ممكن نقولها بصراحه. في ايه تاني؟ قول لي اللور لمب كده. ها؟ رجلك ولا حاجة الآن هي كبير رجلك ولا كبير؟ خلصنا كل شيء. اللور لمب خلص. اذا افتكروا انتوا كده لو في حاجة ايه؟ الايه؟ خدنا الني، خدنا الني، خدنا الني وخدنا الهيب وخدنا الانكل، فاضل اتنين جوينت بس ما خدناهمش، واحسن ان احنا ما خدناهمش. ادي التيبيا اهي، وادي الفيبولا اهيت، في سوبي لا 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 في سوبيريور، سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت، ودي ساينوفيال جوينت، وفي انفيريور تيبيو فيبولار جوينت، دي فايبرس جوينت. دول الجوينتس اللي احنا ما خدناهمش، وكفايه عليهم او كده يعني. يا دوب تعرف ان في سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت ما بين الهيد، ولها كوندايل موجوده ولها فاسد في اللاترال هيد بتاعت التيبيا، ودي ساينوفير جوينت، والتانية انفيريور ودي فايبرس جوينت عشان تحتها الانكل جوينت، فلازم تبقى فايبرس عشان تمسك الاثنين ببعض. ايش المفروض؟ ايه؟ الموبيلتي جلايدنج يعني. مش هرد عليك بصراحه، لان سايب الاناتومي كله وتقول الموفمنت بتاعت الجوينت دي ايه؟ جلايد اي كلام، مهما از نو امبورتنت ات اول يعني. انا قلتها بس عشان تبقى الجوينت تبقى عارفه ان في جوينت اتنين كمان ما بين التيبيا والفيبيا. يقولوا لي ايه تاني؟ طب نبدا مراجعه نبدا مراجعه نبدا مراجعه نبدا لو انتوا عايزين او اذا كان ماشي في اليورو. ها؟